خير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم السبت أول تموز. المهرجان العائلة الترفيهي ببيروت على امتداد واجهة بيروت البحرية. أيضا الفنان العالمي جاروبي افتتاح مهرجان سمر مسك فاستيفال، بالإضافة إلى محطة مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن ساندرا برشا عضو بلجنة مهرجانات جون الدولية لنحكي معها عن المهرجان بالدورة السابعة، وأيضا الفنان التشكيلي هيثم حيدر مؤسس منتدى فنانين متحدين لنحكي معه عن مشروع كبارنا كبارنا. إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ محمد غازي. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ أهلا وسهلا. عين الويكند كيف؟ بتطمنا اجمالا بعدنا عم نتاثر بكتله الهوائيه الحاره المتمركزه فوق الخليج العربي وعم تاثر على مناطقنا. نعم. لليوم اجمالا الطقس قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحراره، والاحد والتنين الحراره بترتفع، في ارتفاع بالحراره. اجمالا ما كثير الارتفاع، حتكون الحرارات معدله بين 24 و 32، بينما بسبب الرطوبه بنحسها تقريبا بالاربعينات. رطوبة يعني عالية نسبتها. رطوبة عالية منيح، ومنحذر كمان من الحرايق ومن ضربات الشمس. اوكي. الحرارات اجمالا على الساحل لليوم من 21 ل 30، فوق جبال 20 31، بالارز من 17 ل 27، وبالداخل من 20 ل 34 درجة. نعم، نسبة الرطوبة؟ اجمالا الرطوبة بين 60 و 85. هواء ما في تقريبا بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة سرعته. الرؤية بدها تكون متوسطة وبتسوق بسبب الضغط. نعم. البحر معتدل وحرارة الماء 28 درجة، الضغط الجوي 1010 هكتو باسكال أو 758 مليمتر زئبق، الشروق على 5:30 والغروب 19:53. هيدا أوكي. يعطيك ألف عافية، نحن بكرة بنحكيكم. أهلا وسهلا. صباح الخير جوال. صباح الخير لك، للمشاهدين اللي عم يتابعونا. جولة على أبرز ما كتبته الصحف اليوم بعناوينه. اليوم السبت أول تموز، شو عنونت الصحف؟ بنعمل جولة بنبدأها مع النهار يلي كتبت جبهة عرسال على خط المواجهة الحاسمة. قائد الجيش يؤكد تكثيف العمليات النوعية في المرحلة المقبلة. جعجع يرد على نصر الله، القرارات الاستراتيجية للحكومة حصرا. ضمن أسرار الآلهة، زار وفد مشترك من الجيشين الأمريكي واللبناني مطار حماة قبل مدة للوقوف على أوضاعه. يتجنب نواب في إحدى الكتل الإطلالات الإعلامية بعدما كانوا يكثرون منها بسبب فقدانهم البوصلة ومحاولة تلمس توجهات رئيس الكتلة. شكك مسؤول إعلامي في النية من نشر خبر لزيارة مسؤول حزبي رفيع مرجعا رسميا، وسأل عن الهدف ما دام الخبر غير صحيح. تعاني شركة صناعية كبرى من تضييق الإجراءات عليها وتهدد بصرف أكثر من 400 عامل لديها، وتقول أن الوزارات لا تتجاوب لحماية تلك الصناعة. وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم المطران كيريلو سليم بستروس، والمقالة بعنوان الإنسان مخير ليس مسير. بصحيفة الحياة لليوم، تحقيق دولي يؤكد استخدام السارين في خان شيخون، انسحاب داعش من محافظة إدلب وعناصر تحت الحصار في الرقة. لبنان يستعد لمرحلة صعبة بعد هزيمة داعش في سوريا، 4 انتحاريين أصابوا 19 عسكريا أثناء دهم مخيمين في عرسال. ترامب وأردوغان بحثا في سبل حل النزاع، 5 مصارف بريطانية تحاصر الريال القطري. تراجع الإصابات بالكوليرا في محافظات يمنية، قيادي بين 8 قتلى من الميليشيات. مأساة النازحين تخيم على الانتصار الرمزي في الموصل، الأمم المتحدة تحذر من حملات انتقام وتهجير. أرملة الشرطي اتهمت بتهريب الطبيب من الأدغال إلى بريطانيا، جولييت الفرنسية المتعصبة وروميو الإيراني اللاجئ. بعنوان أخير في الحياة، فندت تكهنات حول وساطة يتولاها كيسنجر، موسكو تأمل بلقاء براغماتي يجمع ترامب وبوتين. من الحياة إلى عناوين صحيفة المستقبل، الجيش يباغت الانتحاريين
قادمون إليكم. عون يزور الأمن الداخلي منوها بالتضحيات، والمعلومات تطبق على مطلقي النار وسارقي المصارف. طربي لولاية جديدة جميعنا رابحون. معركة الموصل إعلان النصر خلال أيام. لندن الأسد مسؤول عن سارين خان شيخون. ترامب وأردوغان يبحثان الأزمة في الخليج. قانون إسرائيلي يلزم فلسطيني 48 تخليد القيادة الصهيونية. واشنطن تتهم طهران بانتهاك الاتفاق النووي. وبختم بقلم خير الله خير الله ومقالته لليوم بعنوان وظيفة داعش عراقيا وسوريا. ومن المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار، عملية الجيش قرب عرسال تواجه 5 انتحاريين وتحبط مخططات إرهابية، مع صورتين رئيسيتين للعنوان التابعين للعنوان الرئيسي. الأولى على اليمين لقائد الجيش العماد عون خلال تفقد منطقة عرسال، وعلى الشمال لقوة من الجيش عم بتلاحق الإرهابيين بواحد من مخيمات عرسال مبارح. في عناوين أخرى، إطلاق نار داخل مستشفى لبنان في نيويورك. البحرين الإجراءات المفروضة على قطر هدفها حماية الأمن القومي في 4 دول. القوات العراقية تهاجم آخر موقع لداعش في الموصل. اشتباكات عنيفة في الرقة السورية. وبقلم المحلل السياسي، السلسلة أولا أو الموازنة، ثقة مصرفية حتمية بجوزيف طربي. فرنسا وبريطانيا تدعمان تقريرا دوليا وروسيا تنتقده. وبالأخبار الاقتصادية، تحذير أمريكي إلى شركات الطيران. وختام الأنوار مثل العادة مع قلم رفيق خوري ومقالته لليوم خيارات وأسئلة ما بعد داعش. من الأنوار إلى اللواء، ضربة نوعية للجيش في عرسال، مقتل 5 انتحاريين وتوقيف العشرات. الأمن يفتح ملف عودة النازحين، وأبي خليل ينعي زيادة التغذية بالكهرباء هذا الصيف. تحية وطنية للجيش اللبناني. وأيضا في عناوين اللواء، محادثات روسية تركية حول سوريا، وماكورك يزور أنقرة. داعش يستعيد حيا في الرقة، والأكراد للسيطرة على مناطق قرب أعزاز. بقلم أحمد الغز، إنه زمن الخوف على لبنان. ترامب يبحث مع أردوغان أزمة قطر ويؤكد ضرورة وقف تمويل الإرهاب. السيسي، مصر استعادت دورها الإقليمي. وبختم بعنوان أخير، طربي رئيسا لجمعية المصارف وصفير خرق اللائحة. من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد، وبالعنوان الرئيسي، ضربة جديدة استباقية للجيش وانفتاح بين القوات والمردة. النصر النهائي في الموصل سيعلن خلال أيام. داعش ينسحب بالكامل من حلب. اللبنانية الأولى في سعادة السماء، الإصغاء أولا. وأيضا في البلد، انتخابات جزين صيدا على نار حامية. وبعنوان أخير، الخطيب يتفقد محمية تعنايل ومطمر النفايات. من بعد البلد منوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية بترجمة للديلي ستار، وبالعنوان الرئيسي، الجيش ينفذ ضربات استباقية ضد الإرهابيين. النظام ينهي التواجد الداعشي لفترة 4 سنوات في محافظة إدلب. عدد من المصارف البريطانية تعلق بيع الريال القطري. ومن الديلي ستار إلى لوريان لوجور وعناوينا، في عرسال الجيش يحبط التهديدات الإرهابية. في العراق، كنيسة سان توماس معجزة الموصل. حصباني في بنشع بين تطبيع العلاقات والتحالفات الانتخابية. نتابع مع الشرق، وفي عناوين، الجيش يدهم تجمعا للإرهابيين ويعتقل 350 منهم. انتحاريون يفجرون أنفسهم وجرح 7 عسكريين. لبنان المالي خارج اللائحة السوداء. إدارة الأسد بهجوم خان شيخون. طربي رئيسا للمصارف وصفير يخرق القرار المصرفي. وأيضا في الشرق، جعجع ردا على نصر الله، الدفاع والاستراتيجية محصوران بالدولة. وبختم بقلم عون الكعكي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. منتابع مع الشرق الأوسط، وفي عناوين، تأكيد دولي لاستخدام السارين وأنقرة تلوح بسيف الفرات. الأسد يرقي شقيقه ماهر إلى لواء في الحرس الجمهوري. ترامب وأردوغان يبحثان الأزمة، والدول الأربعة تبرر مقاطعة الدوحة بالأمن القومي. بنوك بريطانية ترفض التعامل بالريال القطري. السيسي، 30 يونيو أحبطت الحكم الفاشي وخطط دول سعت إلى خراب المنطقة. النظام يمسك عقدة الموت قرب داعش، ومروحيات إسرائيلية تقصف القنيطرة.
ردا على عملية استباقية في عرسال، 5 انتحاريين يستهدفون الجيش اللبناني. يشمل مقاعد لتنقية الهواء وأرضية تحول خطوات المارة إلى كهرباء أول شارع ذكي في العالم بلندن. وبعنوان أخير في الشرق الأوسط، التحالف للشرق الأوسط 3 وجهات مقبلة والقرار النهائي لبغداد، قلق من التهجير القسري لمدنيي الموصل. ومن بعد الشرق الأوسط نوصل إلى الجمهورية، ضربة استباقية لإرهابي نزوح. تمديد تقني أم التمديد الثالث؟ طرابلس المعركة والاستفتاء الكبير. موسكو نشكك بتقرير الكيماوي. وبالأخبار الرياضية، من سيخطف لقب كأس القارات، ألمانيا أم تشيلي؟ وبختم مع صورة رئيسية لقائد الجيش عم بيتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة بعرسال مبارح. ومعها صورة من الجمهورية بنكون ختمنا جولتنا على عناوين الصحف. بريك ومنرجع. بجولة سريعة على المهرجانات يلي بانتظارها ضمن المواعيد الفنية، إذن محطة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطار مهرجانات دبي لهالعام، الموعد بست الشهر بالواجهة البحرية لدبي بتمام الساعة 8:30. بلدة غلبون عم تشهد من 29 حزيران على مهرجان السنوي، فبعد إيلان سيجارا وأليساندرو سافينا اليوم موعد جديد مع الفنان مروان خوري. إذن اليوم موعد مع الفنان مروان خوري، والختام رح يكون بكرة مع توني حنا، بلال ورواد. ألاقي زيك فاني علي هو عنوان العمل المسرحي الواقعي يلي تابعناه من أكثر من سنة على خشبات المسارح، ومرة جديدة من خشبة مسرح مترو المدينة رح نتابعه بست الشهر، والعمل من تمثيل رائدة طه والإخراج للينا أبيض. طرابلس عم بيكون لها حصة من المهرجانات اللبنانية أيضا، واليوم موعد مع الفن والموسيقى مع الفنان وائل جسار وميشيل فاضل بتمام الساعة 8:30 المساء باستاديوم رشيد كرامة. مش غريب على المسارح العالمية أنه تشهد على الأصوات العربية وتحديدا اللبنانية. هالمرة الموعد من فولي برجار بباريس، هالصرح الفن الراقي يلي بعود للعام 1869. انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح، واللي ابتدى بنورك صباح، وانت
انت انت عمري. إذن هالصرح الراقي رح يشهد مساء اليوم على أمسية تكريمية لأم كلثوم بصوت الفنانة اللبنانية سارة الهاني. قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته. مهرجان جونة يلي بدأ ب 24 شهر مستمر، واليوم أمسية خاصة للفنان عاصي الحلاني بمجمع فؤاد شهاب بتمام الساعة 10 المساء. وحلفت لي ما تخونيني لاش خنتيني لاش خنتيني تكوى عيني منتابع مع المهرجانات ايضا، ومهرجانات بيت الدين الدوليه عم تقدر كل سنه انه تجمع ابرز الاسماء العالميه، واليوم الافتتاح المحطه السنويه مع الفنان الفلسطيني عمر كمال بتمام الساعه 8:30 المساء، واكيد مواعيد بتتالى ومنذكر فيها تباعا. بعدك صارين بعده بيعني مثل الاخرين، خبرني انت بعدك بتحن، ما بعرف ليش عم بحكي. غني لي شوي هو عنوان الامسي يلي رح تشهدها خشبة مسرح مترو المدينة مع شانتال بيتار يلي رح تغني وردة، أم كلثوم، فايزة أحمد وغيرهم بأمسيتين، الأولى اليوم وتاني أمسية ب 15 الشهر. بدعوة من جمعية سند للعناية التلطيفية حفل عشاء خيري للموسيقى والشعر بالنسخة الثانية بالبقاع بيحيي عدد من الشعراء بمرافقة الموسيقى شرب الروحانة ب 23 الشهر الساعة 8:30 بمطعم سما شطورة. لكل محبي الفن والتراث الأرمني دعوة لحضور هامس كايين كنار، هالفرقة الأرمنية يلي رح تقدم أمسيات عديدة ب 1 2 7 8 و 9 الشهر على خشبة مسرح مونو. قبل ما ارجع انتقل لعند جوال بدي اذكر بموعد ثابت كل نهار سبت على اذاعه الشرق مع الاعلاميه ورده وضيوف الصالون السبت لليوم رئيس تحرير جريده اللواء صلاح سليم والراي العام. جوال لعندك من جديد. لنعرف أكثر عن وضع الطرقات معنا المشغل الياس الحصان على الخط من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم السبت مفروض شوي تكون خايفة العشاء على الطريق. مظبوط. تفضل. منبلش من مدخل الشمال لمدينة بيروت اللي هو نهر الكلب. نعم. حركة السير طبيعية. ننتقل لقنط الياس كمان حركة السير طبيعية، أما الطريق البحرية لقنط الياس فهو فاضي ما فيه شيء. تقريبا ولا سيارة يعني لهالدرجة. اما بالنسبة لنهر الموت فحركة السير كمان طبيعية.
بنتجه باتجاه الفورم، بنشهد شوية ضغط باتجاه الكارانتينا. اوكي. اما بالنسبة للمدينة تحت الوسط الصيفي كمان حركة السير طبيعية باتجاه، اما هلا عفوا اوتوستراد بلفار سن الفيل في عنا حركة السير طبيعية من دون اي عوائق. اوكي. باتجاه الصالومة كمان حركة السير طبيعية. اما بالنسبة لمدينة مدينة الرياضية اللي هو المدخل الجنوبي لمدينة بيروت، حركة السير طبيعية باتجاه الكولا، نشهد شوية ضغط على المتصدرة تحت. نعم. بننتقل لصائب سلام، حركة السير طبيعية. اما بالنسبة لتونال سليم سلام في عنا شوية ضغط بسبب كاميون مفخد دولابه. هيدا اللي عم نشوفه هلا؟ ايه نعم. اوكي. والسير صار مسرب واحد صح؟ نعم. اوكي. وحركة السير المدخل الشرقي كمان حركة السير طبيعية باتجاه اوتوستراد ايميل لحوت، كمان حركة السير طبيعية باتجاه الكارانتينا. ننتقل للحزمية باتجاه العدلية، كمان حركة السير طبيعية. هيدي نعم. بالنسبة للطرقات لابد من الإشارة أنه تسجل عنا خلال 24 ساعة الماضية 20 حادث نتج عنهم قتيلين و33 جريح للأسف. كفينا بقى يعني عدد كتير كبير، رقم كتير كبير للأسف. أما بالنسبة لمخالفات السرعة الزائدة الرادار تسجل عنا 1959 مخالفة بال 24 ساعة الماضية. هلا نسبة مرتفعة، بس أول شيء فكرتك عم تقول لي 1900 يعني. سوري. نعم. 1059. أوكي. وبنتمنى من جميع السائقين التزام بقانون السير وخاصة الإشارات الضوئية ووضع حزام الأمان وعدم استغلال حركة السير الطبيعية من أجل السرعة حفاظا على سلامتهم. أوكي. كما بنطلب من السائقين يتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @TMC لبنان او على الفيسبوك غرفة التحكم المروري لنفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات، ولمعرفة اذا في عجقة بالمعاينة ان كان الحدث زحلة طرابلس بالغزية فين يتابعونا عبر الويب سايت www.tmo.gov.lb. هيدا كل شيء حتى الساعة. يعطيك الف عافية. ميرسي. الله معك، بنحكيكم بكرة. نحن رح توقف مع بريك جديد، بنرجع من بعده لمتابعة اخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير. مبروك لكل يلي نجحوا بامتحانات البروفي، ولكن اذا كانت نتائج البروفي اشعلت الجبهه الداخليه برصاص الكلاشينكوف والام 16، فالتخرج باجازه او ماستر او دكتوراه بيفرض استعمال الار بي جي والبي 7. مع كميه رصاص يلي انطلقت امبارح اعتقدنا لوهله اما انه الحرب الاهليه رجعت من جديد او انه لبنان عم بيتحضر لتحرير مزارع شبعه وتلال كفرشوبه. المشهد يلي صار أكبر دليل على حجم السلاح الفردي المنتشر بالأحياء والشوارع. مع سقوط حسين جمال ابن 80 سنة ضحية رصاص الابتهاج ببعلبك، بيكون لبنان وللأسف رسب بامتحانات البروفي. بثقافة الفرح لا مكان للرصاص وإطلاق النار، ومقولة السلاح زينة الرجال سقطت مع سقوط الأبرياء نتيجة الرصاص الطائش. لا تبقى المهرجانات الفنية والترفيهية بالموسيقى والأغنية والرقص هن أدوات الفرح الحقيقية. محطتنا الأولى مع مهرجان العائلة الترفيهي ببيروت، هالحدث الأول من نوعه بلبنان وبالشرق الأوسط على امتداد واجهة بيروت البحرية، نشاطات متنوعة وأكبر حلبة لألعاب الأولاد ومعارض. تفاصيل أكثر عن هالنشاط يلي بيعود ريعه للعمل الإنساني منتابعه سوا بهالتقرير لزميلتنا بشرى عبيد. بشجع كل اصحابي يجوا يتفرجوا لانه هذا المحل كثير حلو. بينزلوا ويجوا كيف لكان، هيدا لبنان، هيدا الصيف، هيدا الحب، هاي الفرح، لازم كلنا نفرح وكلنا ننبسط ونخلي اولادنا يعيشوا اجواء حلوه. جاي تأيب، كثير مبسوط بهيدا المعرض وراح اقول صح لصاحبي يجوا. We'll be right back.
بنشاط بيجمع أعداد كبيرة من العائلات وبهدف إدخال الفرحة لقلوب اللبنانيين اللي رح يجتمعوا خارج مواقع التواصل الاجتماعي بمعرض رح يعود ريعه لثلاث جمعيات خيرية بواجهة بيروت البحرية وبجو صيفي مميز. انطلق مهرجان بيروت العائلة الترفيهي ليعلن عن 4 أيام مليئة بالنشاط والحيوية. هو إيفنت لكل العائلة للكبار والصغار مع بعض ليلعبوا ليلاقوا محل ببيروت يلعبوا مع بعض، لأنه مثل ما بتعرفوا نحن دايما بيلعبوا كل واحد يا بيروحوا عمول بيكون الأهل مشغولين بشي والأولاد عم يلعبوا. نحن هدفنا كمان غير نجمع العائلة أنه نقدر نفرجي قدي أهمية ترابط العائلة مع بعضها، يكونوا بمحل واحد عم يقدروا يستمتعوا بجو حلو ما يحكلوا هم الدفع. نحن كل شيء عنا هون بالفستيفال معمول بطريقة أنه في شوية دفع، بس مش أنه الشخص يقدر يجي مع عائلته ويحكي الهم أنه أنا رح حط اللي فوقي واللي تحته. مبادرة جدا مهمة، مش هناك أنا مع اليونايتد نيشن شيء عم ينظموهني، حبيت كون بالتيم عم كون عم ساهم عم كون موجود حتى اللي كمان قول السياحة مفروض تكون لكل الأعمار من الصغار للكبار. كتير مهمة أكيد لكل العيال لكل المغتربين كمان يجوا يتفرجوا. إيفنت حلو كتير عن جد، نتمنى هيك الكل يجوا، شغلة حلوة للبنانية. ناطرين الإيفنتات والعجقة والتحضيرات، يعني أكيد نحن منتظرين شيء أكثر من سنة الماضي وأحلى من سنة الماضي. عم بطبخ فريكو، يعني عم نعمل شيء طيب حلو الاكسبيرينس، يعني بيتعلموا شيء جديد لانه يعني بالبيت ما بيساهموا بهيك اشياء، فهيدا حلوه هلا لهم. يعني تعلم كيف تساوي اكل وطلع لي تبر وير وبالون. من الساعة 4 بعد الظهر لمنتصف الليل أقسام المعرض مفتوحة أمام الزائرين لتقدم لهم باقة منوعة من الحرف اليدوية والزجاجية والمصنوعات الغذائية، إضافة إلى نشاطات بتهدف لتوعية الأطفال وحثهم على التقرب من بعض. يعني لازم العالم كمان تشوف هيدا الشيء اللي كتير حلو اللي بيعطي عن جد بوزيتيف انرجي. عبارة عن كل شيء كوكياج بحر، يعني بتحس في حياة بحري بحياة صيفية. It's all handmade. كلهم أنا بشتغلون ورد fake ورد للأعراس bachelor parties event. معرض حلو وهيك بفرجة عن جد العالم إنه بعدها بتشتغل وبعدها بتشتغل لبيروت والعالم مبسوطة ودنيا صيفية وهيك. هيدا المهرجان في اشياء لكل الاعمار واشياء للولاد مختلفه عن المعارض الثانيه. فعلا مثل ما عم بقول لكل الاعمار، شوي شعبات هلا بعدها ثقيله، بعد شي ساعه بنفضل كلكم تجوا تزوروا وتشوفوا السبيس حلوه. كثير حلو الفانيو وكثير متحمسين تنشوف شو في العاب وسناكس وانترتينمنت. يجي كل العالم صغير وصغير 3 سنين وما فوق بجربوا، هل واحد ياخذ فكره؟ افكار عديده، في يوغا وفي اشياء اشغال يدويه وعن جد رائع، لازم الكل يجوا. نهار الجمعه ونهار الاحد رح نعمل سيشن للاهالي ولاولادهم بيعملوا يوغا مع بعضهم على الساعه 7:30 عشيه. انت
نتابع حلقتنا مع المهرجانات يلي انطلقت بمختلف المناطق اللبنانيه. مهرجان بيت مسك بدورته الرابعه استقبل بحفلتين المغني الكندي الفرنسي جارو والفنان مارسيل خليفه. تفاصيل اكثر عن الافتتاح مع الفنان جارو بنتابعها بهالتقرير. Sur le bord d'un chemin, mes fautes et mes 20 ans, j'ai pris le train de plus appartenir. L'adieu, la gitane, يعني هون الخطر. Avancé, l'adieu, belle, من أجملهم. Quand tu danses, مثلا, وقاية بتقول belle, belle, بس belle. حبه. Je suis déjà allé à un concert il y a deux ans. حاضرته من قبل، حاضرينه ببيت الدين. نعم. رائع جدا، خليهم ينبسطوا كلهم. بونسوار ليما! Je suis le même que t'as connu. Je suis le même que t'as venu, qui m'a venu te ravisser. هو أهم مغني كندي فرنسي حاليا خصوصا عند النساء. اشتهر بنبرة صوته الغير اعتيادية ودور كوازيمودو اللي لعبه برائعة فيكتور هوغو نوتر دام دو باريه. بلجنة حكم برنامج العالم ذا فويس هو الأقرب لقلب الجمهور والمشاركين. أحب لبنان من كل قلبه وصار له عدة محطات فيه. هو أكيد المغني والموسيقي العالمي جارو اللي كان له وقفة مرة جديدة بلبنان وهالمرة بمهرجان سامر ميسك فيستيفال بدورته الرابعة اللي افتتح فعالياته مع جارو لينهي مع الفنان اللبناني العالمي مارسيل خليفة وابنه رامي خليفة. Vous avez aucune idée à quel point ça nous fait plaisir d'être ici ce soir. Ça fait deux ans qu'on ne peut pas jouer ensemble. On n'est pas du tout sur une tournée cette année. Mais quand on m'a demandé de venir jouer au Liban, je ne pouvais pas dire non. Parce que cette histoire d'amour qui est entre nous, elle est spéciale. On est très heureux de venir prendre la route ici comme des gitans. Je rêvais au fond de l'île comme un gitan. Je voyais des plages de sable noir courir sur vos sauvages. Quelle année à Menjib International Artist? هالسنة عنا جارو أول ليلة وتاني ليلة عنا مارسيل خليفة. أول ليلة فولت يعني ما في كرسي. تاني ليلة كمان عم بينبيعوا التيكتس ريلي فاست، ما بقى في غير 30 تيكت. جو كتير كتير حلو، ناس عم تجي من الساعة 7 على سانسيت بار عم بياكلوا ويشربوا، وهلا سون رح يفوتوا على الكونسرت. بحب صوته كتير وبحب كيف يعني عنده هيز اوريجينال سونغز، بس كمان عنده اذر سونغز كفرز بغيرهم بيطلعوا بيعقدوا معه. سو ذاتس واي بيلعب بالاغاني، سو بيعطي هيز اون تريس. يعني اول شيء بيت مسك رائع كتير، رائع جدا جدا جدا. اول مرة بنجي واول مرة بنحضر جارو هون. مثل ما شايفين الاجواء عن جد كثير حلوة، كثير مهضومة، جو هيك كثير كوزي ومهضوم. جارو بتصور يعني ما بده مين يحكي عنه، يعني روعة. كثير حلو المحل وكثير الامبيونس حلوة، وبنصح كل العالم يجوا. وجارو اصلا معروف يعني، فانه ايفري ون رح يقصدوا ويجوا. حلو، مش اول مرة بنشوفه، على طول بنشوفه وكثير مهضوم. وي ار براود انه جارو هون جاي على لبنان، بنشوف حالنا. انا الفيستيفال تقريبا كل سنه بيجي بحضر مره، وجاي احضر جارو كرمال بناتي لانه بحبوه وبنحب الفيوتشر كمان. مو
مجمع بيت مسك وسط جمهور هائل. افتتح الأمسية أولا المغني اللبناني الشاب أنتوني توما اللي قدم مجموعة من الأغاني الإنجليزية والفرنسية الشهيرة حاليا، ليرجع يستلم جارو فرقته الموسيقية المسرح ويقدموا مجموعة كبيرة من أهم أغانيه. نذكر منها بال سول سولوفان لا ريفيير دو نوتر انفانس وغيرون. وليكون مجيء جارو الى لبنان دليله واضحه انه البلد بألف خير والسياحه والمهرجانات كذلك الامر. كثير حلو، لبنان معروف لهالمناطق السياحية، الطقس حلو فيها، وفيري جود ارتست بيجوا مثل جارو، مارسيل خليفة وغير مهرجانات اكروس لبنان كمان. كل شيء هون حلو، كل شيء منظم، واكيد يعني بنحبه لجارو. الاجواء كثير كثير حلوة بتعقد، جارو مشهور وبنحبه كثير من زمان. يعني مثل انا لبنانيه وعايشه برا كثير بيعني لي هدول الفستيفال وبيطلعوا مستقبل لبنان، بفرجوا صوره حلوه للبنان برا لانه الاخبار ما بتحط لنا الا كل شيء سيء. يعني العجقه كثير قويه بس اجمالا اوفرول كل شيء حلو. بنصح الكل يجي لانه كثير عن جد حلو الفستيفال وكثير هون جو حلو، بيت مسك كثير كول وهيك. ولكل العالم اللي جايين يقضوا الصيفيه بلبنان او من اللبنانيه بنصحكم كلكم تجوا لانه الامبيانس والجو كثير حلو وكثير فريش وهيك، وفي فستيفالات كثير حلوين. يو هاف تو كم. أخيرا انتهى تصوير أشهل المشاريع السينمائية وأكثر تعسرا، وهو مشروع كتاب دون كيشوت للكاتب ميغيل دي سيرفانتس. إذن هالكتاب من بعد 17 سنة من التأخر صدر هالكتاب وحمل عنوان وهالرواية إذن عم نشوف بعض المشاهد. طبعا من أشهر الروايات اللي كتبت وما زال يعني المصطلح يستعمل لليوم. نعم. هو هالكتاب هالكتاب جوال دون كيشوت إذا أول عم نشوف بعض المشاهد مريم من الفيلم يلي اقتبس عن الرواية. الرجل الأول Onward to glory I go.
انت بنعتذر من الخطأ التقني، وبرجع بحكي عن رواية دون كيشوت. اذا اخيرا بعد 19 سنة انهى المخرج البريطاني تيري جيليان تصوير فيلمه The Man Who Killed Don Quixote، او الرجل الذي قتل دون كيشوت. دون كيشوت هي الرواية الأكثر شعبية بالتاريخ، وهي تعتبر من بين أفضل 100 كتاب بالعالم. صدرت هالرواية من 400 سنة تقريبا من بعد صدورها كل واحد من كبار المخرجين بتاريخ فن السينما حاول حظه مع هالرواية العظيمة، ولكن القلال يلي قدروا أنجزوها. أبرز اقتباس لرواية دون كيشوت حصل بالعام 1972 للمخرج أرثر هيلر بفيلم بعنوان مان أوف لامانشا، ولعبت فيه صوفيا لورين دور دولسيني. ومن هالفيلم عم نشوف كل هالمشاهد، بما أنه بعد ما تم الإفراج عن أي مشهد من النسخة الجديدة ولا حتى عن الفيلم الترويجي. And everything was different. I spoke to you. And you looked at me. And you called me by another name. Dulcinea. إذا تيري جيليام المخرج يلي قام بتنفيذ آخر نسخة سينمائية عن هالرواية هو المخرج المشهور بتقديم عدة أعمال عن شخصيات غارقة بأزمة الخلط بين الواقع والخيال، ومن هون بنقدر نفهم تمسكه بهالرواية كل هالسنوات. مشاكل كتير واجهت هالمخرج عبر السنوات، مر سيناريو الفيلم بعشرات التعديلات، طرأت تغييرات كتير كبيرة على طاقم الفيلم على مر سنين، وهالإخفاءات الكبيرة بمسيرة التصوير ضمنت ترشيحات جيليام مع كل نسخة سيناريو. أسماء مرموقة جدا بعالم التمثيل مثل جوني ديب أو يوان ماكغريغور، ولكن جيليام استقر أخيرا على نسخة سيناريو نهائية بتحتفظ بشخصية دون كيشوت كمحور الأحداث، وبتقتبس معظم تفاصيلها وخطوطها الرئيسية من النص الأدبي الأصلي. إذن The Man Who Killed Don Quixote فيلم ملتزم بخطوط رواية دون كيشوت الأساسية، ولكن أحداثه بتختلف بشكل كتير كبير عن الرواية، بما أنه الأحداث بتتنقل بين القرن السادس عشر والقرن الواحد والعشرين. وبهالنسخة الجديدة رح يجسد الممثل البريطاني جوناثان برايس شخصية دون كيشوت إلى جانب الممثل الأمريكي أدم درايفر، ورح تشارك بهالفيلم كمان الممثلة الفرنسية من أصل أوكراني أولغا كورلينكو بدور دولسيني. الفيلم انتهى تصويره، ولكن بعد ما تم تحديد تاريخ إصداره لليوم. نعم. مريم، شخصية دون كيشوت هي من أكثر الشخصيات الروائية شهرة، لدرجة أنه اليوم صار مصطلح دون كيشوتية يستخدم للتعبير يمكن عن واقع معين. شو مضمون القصة باختصار؟ أول شيء جوال، استخدام كلمة الدون كيشوتية هو دايما تستخدم للتعبير عن واقع وهمي. لنرجع لأحداث الرواية، أحداث الرواية بتدور بالقرن السادس عشر حول رجل إسباني بالخمسين من عمره بيعيش بإحدى قرى لامانشا، وكان هالرجل يقرأ كتير بكتب الفروسية لدرجة سيطرت على عقله وصار يخلط بين الواقع والخيال، حتى تصور نفسه فارس نبيل، هالفارس قادر يحرر الناس من الظلم، وانطلق برفقة فلاح بسيط من جيرانه اسمه سانشو بانزا. أول معركة قرر دون كيشوت يخوضها كانت ضد طواحين الهواء، بما أنه توهم أنه مصدر شر، هجمها ورفعته ودارت فيه ورمته على الأرض. ومن وقتها من بعدها بدأ يخوض معارك خيالية، كل هالمعارك طبعا كانت خاسرة لأنه هو بالحقيقة كان عم يتبع أو كان عم بيصارع وهم. نعم. مريم، رواية دون كيشوت ومن بعد ما كان صار لها 400 سنة صدرت، تعتبر لغاية اليوم الأشهر على الإطلاق، مزبوط؟ نعم. شو هي الأسباب برأيك اللي بتوقف وراء هالشهرة حتى من بعد مرور كل هالزمن على صدورها؟
جوال، الرواية تعتبر نقطة التحول الكبيرة والمهمة والأساسية بكتابة الرواية العالمية. كتب عن دون كيشوت دراسات كبيرة وكتيرة بمختلف أنحاء العالم، ورح يضل يكتب عنها وعن تأثيرها بالأدب العالمي لسنوات طويلة. أهمية هالرواية بالسخرية وروح الفكاهة يلي فيها، هالرواية قدرت تحطم الكثير من الأصنام وكل هالمفاهيم الخيالية اللي كانت سائدة بالقرن السادس عشر، خاصة الحكايات الغير واقعية عن بطولات خيالية لأبطال بتفوق قدراتهم قدرات البشر. أهمية دون كيشوت إنها تسببت بموت الروايات الرومانسية القديمة وأنجبت الرواية الجديدة، لهيك مش غريب اليوم إذا اعتبرنا أنه سيرفانتس هو المؤسس الحقيقي للرواية العالمية. نعم نعم مريم، الاختيار مثل العادة حلو. الاختيار نحن بنرجع بنشوفك الثلاثة لحظة بس، شو كان عندك امبارح دخلك ما جيتي؟ الأب بس بدي أعرف كنا ناطرينك امبارح ببسكن، فكان في شيء ببسكن. أكيد أكيد. أوكي مريم، نعم يلا نحن بنشوفك الثلاثة. بمشهد من فيلم مان أوف لامانشا. نعم يلا. دانو ميشيل شك في ذا. Pair of arms is like another. I don't know why or who's to blame. I'll go with you or with your brother. It's all the same. It's all the same. This I have learned, that when the light's out, no man will burn with special flame. You'll prove to me before the night's out, you're all the same. You're all the same. So do not talk to me of love. I'm not a fool with starry eyes. Just put your money in my hand and you will get what money buys. When I am dead, no man will miss me, for life's a cruel and dirty game. So you can curse or you can kiss me, it's all the same. It's all the same. اوكي يعني اذا بتطلعي بتلاقي منبر رئيس الجمهوريه ومنبر رئيس الحكومه اكثر من هيك ما بدي. اوكي نحن صرنا على الهواء. والله مرحبا هون للكاميرا. اهلا وسهلا فيك الفنان التشكيلي هيثم حيدر، مؤسس منتدى فنانين متحدين. متحدين مزبوط، بس متحدين كرمال هدف انساني. هلا المنتدى تاسس بال 2010، بس من اسبوع اطلقته فكره حلوه كثير. صحيح، تفضل. الفكره هي انه نحن اول شيء قبل ما نبلش انا بتشكركم، اهلا وسهلا فيك. شكرا، اهلا فيك. البروجي تبعنا هو كنايه عن الفنانين الموجودين، حنبرم على دور المسنين الايتام والمعوقين الموجودين بلبنان. يعني نحن عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم طبعا، يعني تقريبا عندنا شيء 216 217 مركز. حنبلش اول بكل لبنان؟ بكل لبنان، بس مش كل المراكز، لانه في عندك مراكز. اوكي بس كل المناطق. ايه طبعا طبعا، بس لقيتوا 216 يعني اوريدي عارفين اي مراكز. في عندك سجلات هن مذكورين سجلين، بس في عندك البعض مثلا بالصيفيه ما بيكون فيهم ذوي الاحتياجات الخاصه، بيروحوا على بيوتهم. عرفتي كيف؟ مثل كم مدارس او شيء من هالنوع. اوكي شو رح تعملوا؟ اللي حنعمله نحن مثلا مثل البروجي اللي على بكره الساعه 10 الصبح بيجي 40 50 فنان، بيقعدوا مع 40 50 مسن. اوكي كل فنان بيحط قدامه لوحه وبيرسمها هو والمسن مشاركه يعني، وعلى وقت الظهر بنتغدى معه، وكل فنان بيكون جايب لهم كادو بيعطيهم اياها، وبنقول لهم نحن منا ناسينكم، انتم مش لوحدكم، مش انه بس انتم والحيطان عم تطلعوا فيها، لا في ناس عم تشعر فيكم. ومنفل طيب، الفكرة بدأت من جمعة والتطبيق كتير سريع. بكرة طبعاً. بكرة طبعاً. أول مشروع طبعاً. قبل ما نحكي أكتر نرجع بالتفصيل، شو عم نشوف نحن الصور؟ هيدا معرض لفنان بالكاليغرافي، هو يعتبر من أهم الفنانين بالمدرسة الشامية، صالح الهجر. هيدا البروجي عمل هلا هون صرنا ببرسا، هيداك كان بطرابلس، هيدا ببرسا. هيدا أكبر سيمبوزيوم عمله المنتدى بلبنان. نعم 126 فنان إجوا على أصغر ضيعة بلبنان برسا، وعملنا لهذا البروجي. اوكي المنتدى هو اللي عمله. طبعا طبعا، نحن المنتدى بيضم 412 فنان. اوكي يعني وقت قلت لنا 40 50 فنان رح يروحوا عند المسنين طبعًا. يعني كلهم هالفنانين منضمين للمنتدى. ايه طبعا هن صحيح. اعضاء بالمنتدى طبعا. أوكي. من كل لبنان بس.
اوكي من كل كيف لبنان. التطبيق كان هالقد سريع؟ حقلي شو؟ الفكره نشات من معاناه الفنان. نحن لما نيجي نعمل بروجي معرض او سيمبوزيوم نتوقع انه الثقافه يكون لها دور بالمفهوم اللبناني. للاسف ما في شيء. يعني الفنان هو معاناة. وبما انه الفنان معاناة ما بيلتقى الا مع المعاناة. يعني قررنا درتوها دراما يعني. طبعا شيء في غير دراما؟ لا بالعكس انتم عم تعملوا شيء حلو من المعاناة. نحن عم نعمل شيء حلو بس بالنسبه للفن التشكيلي بلبنان منه دراما؟ اكثر من دراما. لا بالعكس عم يستعمل بمحلات مهمه مثل ايف كوجوك كمان بنوجه له تحيه طبعًا. عم بيكون متواجد بمركز سرطان الاطفال كمان ونفس المبادره. مبادره يعني هاي مبادره مش نحن عم نحكي انه معرض واجا ومباع المعرض وفي عالم يا لطيف تقني لوحه هذا اللي عم نحكي فيه نحن هلا في ازمه كمان فتنا لكن نحن يعني ما نتخبى بخيل اصبعنا اي واحد منا لما بده يطلع على اي دوله برا لوين بيروح؟ على اي دوله؟ اللي فيها الهندسه المعماريه يعني الفن اللي فيها النظافه ما هيك؟ يعني ثقافه نظافه حدا يعني اللي فيها الطبيعه والمحافظه عليها يعني ثقافه كله فن مزبوط يعني وين في شيء اسمه فن العالم بتقصده الا بلبنان طيب خلينا نرجع نخبر عن من هيك المشروع. انت عم تقصدوا العالم طبعا خلينا نرجع نخبر عن المشروع اول مركز زرتوه وين؟ او رح تزوروه هلا بكره بمستشفى جمعيه الخدمات الاجتماعيه بطرابلس بابي سمره بنوجه التحيه للمدير لما بعثنا له الفاكس اول واحد حتكون اهلا وسهلا كم مسن في بالمركز هلا بالمركز على هن ما تنقلوا لي 263 اللي بيقدروا يشتغلوا معنا انه وضعهم الصحي بيسمح لهم 40 يعني تقريبا 40 فنان رح تطلع طبعا حيطلع 40 فنان 40 مسن اوكي بتقضوا نهار كامله؟ يعني مش كامله للظهر لانه المسن ما في يقعد معك اكثر من 3 ساعات 4 ساعات من التسعة ونص لساعة 12 ونص وحده الا بنخلص بنتغدى نحن وياهم هن بيروحوا بيناموا ونحن بنكفي نهارنا بنكفي نهارنا وبنرجع بس الشيء الحلو بهذا البروجي انه كل ما يصير عندنا 4 5 مراكز هالاعمال اللي انعملت يعني كل عمل بيمضي عليه الفنان والمسن اللي كان قاعد معه اللوحات هن بيختاروها المسنين بيرسموا اللي بده اياه بيرسموا اللي بده اياه المسن بيساعدوا الفنان على الرسم هلا لما نحن بنجمع هدول اللوحات 4 5 مراكز نرجع بنعمل لهم معرض برعايه رسميه هيدا المعرض اللوحات اللي بتنباع بيبقى كل لوحه مكتوب اسم المسن بيروح حقها للمسن شو حلو اي متى رح يصير المعرض من بعد ما تبرم مع كل المراكز المعرض كل 5 مراكز لانه 5 مراكز اذا عم 40 يعني 200 عمل انه بدهم مكان اذا بده يجيب كل لبنان عندنا 2000 وكذا رقم يعني كبير كثير اوكي هذه الفكره يعني طيب الناس مدعوين تجي لعندكم على المركز هلا هيدا البروجي للمسنين يعني اللي بيعرف فيه وبيجي اهلا وسهلا بس انه مش مفتوح للعام طبعا يعني. طبعا اوكي اهلا وسهلا فيك الفنان التشكيلي هيثم حيدر مؤسس منتدى فنانين متحدين نحن بنتمنى لك التوفيق ومبروك الفكره عن جد حلوه وانسانيه الله يخليك يا رب وهدفها كثير عظيم مرسي اهلا وسهلا فيك بريك وبنرجع لمتابعه اخبار صباح خليكم معنا Festival presents on July 2nd Wael Kfouri The festival and Osama El Rahbani also present on July 8th, 9th, 10th and 11th Notre Dame de Paris with Hiba Tuwaji July 14th, Music Hall Bel Arabi. And finally, for the 7th year in a row, the breathtaking fireworks show all over Junier Bay on July 15th at 10:30 p.m. with Michelle Fadel in concert. Tickets on sale. I'm going to see a trailer special for مهرجان جوني الدولة أهلا وسهلا فيك ساندرا برشا عضو بلجنة مهرجانات جوني الدولية هلا عقبال كل سنة مرسي نحن كل سنة بنجتمع قبل المهرجانات لنحكي عن المهرجانات هاي اللقاء الوحيد يلي بيصير ساندرا منوع كثير البروجرام مثل ما شفنا بالتريلر أول شيء غيرتوا لوكيشن مزبوط غيرنا لوكيشن مع إنه معودين كنا إنه بفؤاد شهاب دائما المهرجان يصير صح نحن مهرجانات جوني الدولية بتضلها مستمرة
نحن لأول سنة بس غيرنا اللوكيشن تبعنا، بطل بملعب فؤاد شهاب، صرنا على نقلنا بقينا بخليج جوني بس صرنا بمنطقة غزير بالفساد اللي هي تحت كازينو لبنان واللي هو الموقع رائع لأنه بيعطي لأنه بوجهك في البحر مظبوط. ليه بساع عدد أكبر كمان؟ هو شرح أكثر إذا بدك شرح أكثر. عمرنا ستيج بساع 3500 شخص مثل ما كنا نعمر كمان بالملعب فؤاد شهاب، وعمرنا أكيد ستيج مناسب جدا للمهرجان لأنه عندك البحر على يمينك وال عم نشوف هلا يمكن شوي والجبل على شمالنا. أوكي ليه غيرتوا اللوكيشن؟ غيرنا اللوكيشن لأنه ما قدمنا طلب لنتعاون مع بلدية جوني لنستأجر منهم الملعب، هن رفضوا يعطونا الملعب، كيف انه ما وقفنا غيرنا لوكاسيون يعني. بس اللوكاسيون مثل ما عم بنشوف كنا قبل شوي عن جد هيك يعني هيدا مكات صغيره او هيك هلا اللي بهلا يعني اكيد التنظيم يمكن بس تنفذت مثل ما هي يعني تنفذت مثل ما هي مثل ما عم نشوفها هي ذاتها منفذه. شفتي في عنا الجبل على الشمال وعنا البحر كله فاتح على يميننا، الموقع عن جد رائع، الطريق مفتوحه، الاكسي كثير هين عليها، التنظيم مواقف مثل العاده، انتم معودين وقت بتحضروا مهرجانات جوني الدوليه ما بتصور ولا مره صار في غلط بالتنظيم. نحن اكثر شيء اكثر ما بنكون حريصين على بروجرامات مهرجان جوني الدولي قبل ما نبلش بالبروجرام بنكون حريصين على تنظيم السير، الشخص المشاهد كيف بده يجي ليتفرج، كيف بيكون منظم من وقت ما يشتري بطاقته ليعرف حاله وين بده يصوف، كيف بده يوصل على موقع الحدث مزبوط. حتى على التيكتس بيكون مكتوب اي باركينج لازم يستعمل لانه بتعرفي عجقه كثير. اوكي نحن زحنا شوي من ملعب فؤاد الشهاب بس بعدنا على الخليج وبعد بتعرفي بعد العجقه هي ذاتها وجوني منطقه سياحيه، بدك تروحي على الشمال بتقطعي بجوني بتجي على البحر مزبوط. كيف ما برمتي رح يضل في عجقه. نحن اول شغله حريصين عليها هي تنظيم السير وين يصفوا سياراتهم ليوصلوا على موقع الحدث، مثل ما بتوصلي بالباص بتصفي بالباركينج الباص بياخذك وهو بيرجع بيردك على سيارتك مسهلين. هلا المنيح انه كل المناطق اللبنانيه عم تشهد على مهرجان واحد، جوني مهرجانين مزبوط. المهرجان اللي عم نحكي عنه رح يبدا بكره. نحن مهرجان جوني الدولي للي الدولي تدقنا من 7 سنين ومستمرين اكيد. نحن بنبدا بكره ب 2 تموز مع المطرب وائل كفوري. بتعرفي وائل قد ما احكي وائل شخص على الصعيد الشخصي عنده كثير كاريزما خاصه وقت بيعمل مهرجانات ومحبوب من الجمهور اللبناني والعربي وكله من كله الكبار والصغار. كيف اذا على النساء والرجال نساء والنساء مظبوط. وعلى الصعيد الفني عنده ريبرتوار كتير كبير وبتعرفي الاغنيات الرومانسيه اللي بغنيها انا ما بشوف حدا ما بحبه وما بشوف حدا ما بيسمع له الريبرتوار. مشان هيك نحن كمان رح نسمع له هلا، يلا نسمع وائل مش عم نكفي حديثنا. الوطن وجيشنا بخير، شكرا. اوكي ميرسي. رح نسمع وائل بعد شوي. وائل كفوري عن جد متواجد تقريبا بكل المناطق اللبنانيه هلا ومشارك بالمهرجانات وكل مره بيكونوا حفلاته مفولين ونحن فولنا الحمد لله يعني فولنا. جهز الفيديو خلينا نحضر. وفكري سالف بعدك شارح جاي صالح شو رأيك شكرا. حطونا جميلة بهالجملة يعني سمعنا وائل. طيب صادرة نوتردام بباري مسرحية أو عمل مسرحي انعرض بباريس مع هبة طواجي ونقلوه على مسرح نوتردام دو باري. الكل بيعرف انه احدى بنوتردام قصة مقتبسة من الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو. لعبت بخلال 25 سنة وبكل اللغات وكثير فنانين انشهروا من وراها مثل كثير فنانين فرنسيين. بس اللي احلى واحلى ولعبت بالبالي دي كونغري، بس اللي احلى واحلى انه وقتها حدا لبناني مثل هبه طواجي بتلعب دور ازميرالدا
بتعرفي هبه توجي انشهرت من ورا دو فويس من ورا لي مولان دو مون كور. دونك كيف اذا هبه توجي اللي عم تلعب رول ازميرالدا ازميرالدا بالنطف دام دو باري؟ يلا نسمع. شرف لنا وشرف للبنان اكيد. ولا جو اوكي قلنا الكرو كله رح يجي على الكرو واصل بكره، الكرو متكون من 65 شخص ببلشوا يوصلوا بكره. يعني بس خليني افهم شغله ساندرا، الناس يلي اشتغلت نوتر دام دو باري بالبالي دي كونغري هن ذاتهم رح يلعبوا المسرحيه على مسرح جوني دو. يعني عندي مثل دانييل لافوا اللي بيجي يلعب رول فرولو، عندك انجيلو ديفيكيو اللي بيجي يلعب دور احدب نوتر دام لو بوسيو دو نوتر دام وغيرهم، بس هول اكثر شيء انشهروا. هلا في كثير قطعوا بادوار كازيمودو وإزميرالدا، بس مساقة بالسنة إنه إزميرالدا أخذ الرول هبة توجي. أوكي من بعد هالموضوع لحظة بس، مش بس ليلة واحدة نوتر دام، لا نحن عنا أربع ليالي. نحن بنبتدي بكرة بوائل كفوري، بيرجع ب 8 و 9 و 10 و 11 تموز عنا نوتر دام دو باري. عارفين شو عاملين؟ طولتوا الفترة لانه رح يكون اكيد عليها، لانه قد ما عليها طلب نوتر دام دو باري. وكيف اذا في هبه توجي؟ والحمد لله انه الاربع ليالي عندنا مفولين لا نوتر دام دو باري. بس بتعرفي خلينا هون بهالمناسبه، لو هيك عم تعرف كيف تحط اجرة مزبوط بكل خطوه بتعملها هبه توجي. انا بحبها بحبها ما تتساءلوا. لا انا بالعكس، بس بدها تقطعها يعني. هبه توجي شخص بيرفكشنست، يعني عم تلعب نوتر دام دو باري بفرنسا. برعت هبه، برعت بصوتها وبرعت بالتمثيل الميوزيكال والموسيقى، لانه تلميذة أسامة وكمان لانه تلميذة أسامة. طيب يلا. طيب من بعد هيدا الموعد؟ من بعد الموعد عندنا ب 14 تموز عندنا الميوزيك هول، بس بالعربي عندنا كل بروجرام الميوزيك هول، يعني بيتضمن الاخوين شحاده، توني حنان، بلال رواد وسامي كلارك. بتعرفي ما في حدا ما بحب ميوزيك هول، وخاصة كلهم هول كلهم غنيات القديم للي انعملوا رجعوا ريميكساج. ها عم نشوف طوني حمدي. دخيل ربي دخيل ديني، شعملنا فيك تمجنني. دخيل ربي شعملنا فيك تمجنني، ويسلم لي لفت برمت عقد دفقت وربطت دككت لفتت علشينك ام الكشاكش على البنطل. لا 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 ويسلم لي لفتت برمت عقد دفقت ربطت دككت. اي متى موعد ميوزيك هول؟ ميوزيك هول رح يكون ب 14 تموز. اوكي 14 تموز الساعة 9. أنا بتذكر شغلي إنه كل حفلاتنا بيبتدوا الساعة 9، دونك أنا بطلب من الكل إنه يكون على الـ 8 وربع بالأرينا، لأنه بنبلش 9 شارب. هلا عندنا ب 15 تموز وبننهي بالكلوتير تبعنا وبمضيتنا الشهيرة للي هي الفاير ووركس. اوكي بس قبل شو؟ بعد في شي مواعيد فنية غير؟ نو. نحن بلشنا وائل الكفوري نوتر دام دو باري ميوزيك هول بالعربي، ميوزيك هول بالعربي لنوصل ل 15 تموز الختام. قبل ما نوصل للختام بدنا نسمع على الاخوين شحاده من ميوزيك هول. من الميوزيك هول. خلفه
شو بدنا نحكي بعد هالميوزيكول يعني كل العالم بتعرف. حكيت عن هبه طواجي. شو بدي اقول انه بلال مثلا واحد من الاساسيين بميوزيكول، هلا كمان رح نرجع نسمع بلال. ميوزيكول رح يكون ب 14 تموز وبنختتم مهرجان جوني الدولي ب بالفاير ووركس. يعني بدل ما نفتتح بالفاير ووركس مثل ما قلت لكم بالعاده عم نختم. غيرنا مع انه غيرنا لوكيشن بنغير كمان فاير كمان ووركس. كله بيتغير. أوكي. بس بتعرفي نحن الروح هي ذاتها والنبض هو ذاتها. اكيد اكيد ما في يعني نحن بنستمر لو كيف ما زحنا هلا زحنا شوي لانه بعدنا نحن بخليج جوني ما كثير بعدنا. وبحب كمان اشكر كثير بلديه غزير اللي استقبلتنا لانه الموقع تابع لبلديه غزير. تابع لبلديه غزير. اوكي الفاير ووركس كيف رح يكون؟ هلا الفاير ووركس رح يكون من نص البحر، ما كثير رح احكي عنه، رح اترككم انتم تكتشفوا بعدين، بس انتم بتعرفوا بالسنين اللي مضيت نحن السينياتور تبعنا هي الفاير ووركس وابدعنا بشغلنا واكيد ان الله راد السنه كمان، وبترك وما بدي كثير احكي عنه ككونسيبت لانه بخلي لحمس الناس اكثر. ولا غلطه بالفاير ووركس من 7 سنين لهلا الحمد لله، ولا غلطه ولا اكسيدان حتى كمان يعني اكثر مما انه يصير شيء. وقت عرض الفاير ووركس قد ايه عم بيكون؟ رح يكون 7 دقائق ونص مثل العادي مثل العادي. انا بدي اذكر الكل اللي عنده بوتس، كل اللي ما حجز بالمطاعم جوني يحجز. وكمان بدي اقول شغله انه نحن ب 15 تموز رح يكون عندنا ميشيل فاضل بالارينا بالموقع الحدث تبعنا. رح تعرفي ميشيل فاضل مش عارفه شو بعض المشاهد من السنه الماضيه. هي من السنه الماضيه. اوكي ميشيل فاضل رح يرافق هذا الحدث لحديث الساعه 10:30 ليبدا الفاير ووركس. نحن دائما كل سنه بذكر انه الفاير ووركس ترموا الساعة 10:30 عشية تماما. أكيد نحن بنعطي سينيال قبل دقيقة لكل الناس تتحضر. من هيك ما بخبرك قد ايه يعني من أول سهرة تقريبا من 9 للـ10:30 ميشيل فاضل رح يكون عم بيعزف مع بيه واللي فيهم بيه. ايه يعني إيه كمان هيدي حفلة يعني أكيد حفلة ميشيل يعني فاضل بس تحضري من الحدث من المطرح ما عمرين نحن معمرين ستيج 100% يعني لأنه البحر بوجهك بصير دغري. ما هيدا اللي عم نقوله إنه السنة الجمهور كله يلي عم بيحضر ميشيل فاضل بتخلص الحفلة بنطل على الفاير ووركس دغري مطرح منن. أكيد أكيد لأنه نحن دغري بوجه البحر والفاير ووركس طالع من كله البحر كله ببين عليه. يعني أنتم بتحضروا كل سنة الفاير ووركس تبعنا وبتعرفي إنه كيف بيصير وبتعرفي عجقة جوني وكل المطاعم محجوزة وكل البيوت مضوية. حدث فاير ووركس مثل حدث رأس السنة نحن عنا يعني بده بادجت لحاله كمان. هلا بده كله بده سينكرونيزاسيون لحاله كمان لأنه بتعرفي الفاير ووركس ممنوع ولا غلطة يصير فيه. مظبوط مظبوط لأنه أوكي ساندرا ما بقى عندي وقت. التيكتس صاروا موجودين اكيد بفيرجن تيكتس مثل العادي بيكونوا بكل البرانشز تبع فيرجن بوكس اوفيس وكل حدا بيشتري تيكت بيكون معه كارت الباركينج. أوكي. بحب حي التيم تبعي لانه احلى تيم بالعالم واقوى تيم وروح وحده وكل اللي اشتغلوا معنا على التنفيذ وسبونسر خاصه وكل اللي بيدعمونا مثل كل سنه لانجاح مهرجان جوني الدولي. اهلا وسهلا فيك ساندرا برشا عضو بلجنه مهرجانات جوني الدوليه. نحن بنشكر حضورك معنا قبل كل سنه يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا. نحن اكيد موعد بكره جديد بتمام الساعه 7:30. باي باي.